بيكم من كل عسلامة هند، عسلامة مليومة، عسلامة بالمشتركين بتاعنا. اليوم شو نقدمو لكم فكرة على خدمات صبورة. لكن قبل هذه مليومة خلينا نذكر المشتركين بتاعنا انه صبورة نات هي منصة تعليمية الاولى في تونس تشرح الدروس التعليمية في شكل فيديوهات صوت وصورة من المستوى الاول للمستوى السادس. كل ما عليك انك تدخل للموقع www.sabora.net باش تلقى دروس والعاب تطبيقات. وقت تدخل موقع صبورة نت باش تلقى العديد من الخدمات. هندو كي تعطينا فكرة على خدمات صبورة؟ باهي مريومة، الخدمات انك انت دوما تدخل للموقع بتاعنا باش تلقى فيديوهات مجانية اللي هي القصص والحكايات والمتفرقات، ومع هذه باش تلقى مكتبة رقمية، تمارين تفاعلية. كل مشترك باش يدخل الموقع بتاعنا باش توصلوا ميساج على البريد الالكتروني نتاعو باش يذكروا بالجديد نتاع صبورة نت. والمشتركين اللي عندهم اشتراك وعندهم فاتورة على صبورة باش توصلهم رسالات قصيرة على الهاتف نتاعهم. هند ما ننسيوش زادة الاشتراكات الشهرية نصف سنوية والسنوية، تمارين والعاب ذهنية، ومع هذا زادة نلقاو تقييمات توجيهية. مريومة عندنا تطبيق نتاع صبورة نت، كل مشترك كل ما عليه انه يدخل للبلاي ستور ينستالي صبورة نت، وهكاكا تولي الابليكاسيون موجودة عنده على الهاتف نتاعو وينجم يتنقل صبورة لأي بلاصة. يظهر لي هند أسهل من هكا ما فماش، وكي تعاود تذكرنا كيفية الاشتراك في صبورة. أي مريومة، كل المشتركين بتاعنا كل ما عليهم إنهم يدخلوا للـ www.sabora.net باش يظهر السيت صبورة نت. كل ما عليك إنك تكليكي على كلمة الاشتراك وتعمل الكونت بتاعك أبيك جيميل ولا أبيك فيسبوك، ولا تحط لي كوردوني اسم واللقب وكلمة المرور وتعمل دخول. هكاك يا ولي من المشتركين بتاعنا مرحبا بك في موقع صبورة نت. بمناسبة شهر التخفيضات، مريومة تخفيضات في بلاي سكر، وهذاك علاش صبورة ما نساتش المشتركين نتاعها. مريومة باش تذكرنا بتخفيض الأسعار اللي قدمته صبورة للمشتركين نتاعها. احنا زادة حابين نفرحكم، هذاك علاش الاشتراك الشهري باش يولي ب 10 دينارات كهو باك فيه البواد الكل. الاشتراك النصف سنوي باش يكون 35 دينار، والاشتراك السنوي باش يكون 70 دينار اكاهو. بالطبيعة هذه أسعار صالحة لجميع المستويات واللي باك فيهم المواد الكل. هكاكا صبورة تكون فرحت بالمشتركين نتاعها وما نسيتهمش. صبورة تحب ديما تفرح الصغار والكبار. نستناكم مشتركين الكل ومرحبا بكم معنا. سلامة سلامة.